أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إن شاء الله اليوم في حكاية شعبية جديدة اللي ديما منها الحكمة ومنها العبرة. كان يا مكان في شحال هذه من زمان، واحد السيد عنده واحد البنت كبرها وقراها ودار كل ما عليه تجاهها. البنت كبرت ولكن دائما حزينة، دائما تعيسة، دائما كتحس باللي هي مظلومة، وكتحس باللي ما كتقدر تحقق حتى شي حاجة في حياتها. واحد النهار جالسة بوحدها ودائما عندها نفس الأفكار السوداء. جات عند باها قالت ليه بابا بغيت نسولك. قال لها نعم بنتي. قالت ليه بابا علاش انا ماشي بحال البنات؟ علاش انا ديما حزينه؟ علاش انا ديما كنحس راسي تعيسه؟ علاش انا ما تنحققش داكشي اللي باغا وما كنوصلش ليه؟ ماشي بحال كاع البنات، واش العيب فيا ولا فاش؟ وانا عييت من هذا الشيء وعييت من هذا الوضع، ما بقيتش عرفت شنو ندير. وقلت ما فيها باس نسول با حنيني، ربما يقول لي ويوريني ويفهمني. باباها هز عينو فيها وشاف فيها، ما هدر ما تكلم من غير جوج كلمات اللي قال اجي مايا. فين غنعرفو مع القصة ان شاء الله. الاب مشى للكوزينة وبالضبط بالضبط مشى عليه البوطة. غريب فعلا، حتى حنا ما فهمناش حتى عرفنا القصه من بعد. البنت كيف ما تسألت انا وتسألوا الناس اللي سمعوها قبل مني هاد الحكايه، كيقولوا اشنو مشى يدير الاب جهه البوطه؟ هادشي ما عنده علاقه بتا شي حاجه من الاسئله اللي عطاتو بنته، او لا بشي يلقى ليها شي حل. غريب الصراحه، علامه استفهام كدور في المخ ديال البنت صراحة، في راسها ومليون ألف سؤال كيدور لها في الراس. وش الحماق هذا؟ وش أنا جيت عند با نسوله نقول ليه مالي؟ وعلاش أنا ما كنقضيش بزاف د الحاجات؟ وعلاش أنا ما فرحانش؟ وعلاش 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 وعلاش؟ كيقول لي أجي معايا يلا للكوزينة ومجهز البوطة باش يشعلها. دز واحد شوية د الوقت والاب مازال ضرب ساكته، ما كيهضرش، ساكت باها. شنو دار؟ هز البريكه وشعل البوطه، وبالضبط شعل 3 دريوس ديال البوطه. كل جهه اولا كل جهه ديال داك الفرنو ديال البوطه حط فيه كاسرونه، دار فيهم نفس القياس ديال الماء وشعل عليهم البوطه وخلاه حتى غلا مزيان داك الماء، يعني ولا كيبقبق ديال بسطح يبربر نيت. دار فيهم نفس القدر ولكن نقص البوطه. الدري عاود كتسول راسها، كتقول ويلي واش بابا غيسلقني ولا اش باغي يدير ليا؟ ما فهمت والو انا. المهم خليكم معايا باش تعرفوا ان شاء الله، نتمنى ما تقطعوش الفيديو. صافي قصيت كتسنى واش غيجاوبها ولا لا، مازال ما جاوبهاش. في كل كاسرونه من دوك الكاسرونات الثلاثه اللي شعل عليهم وخلى حتى الماء غلا مزيان، كل كاسرونه من هذوك غيدير فيها حاجه. تعرف اجيو تعرفوا معايا شنو هما. الكاسرونه الاولى دار فيها نعامه سيادي بطاطا، والكاسرونه الثانيه دار فيها بيضه، والكاسرونه الثالثه دار فيها حفنه ديال حبات القهوه. بصح هادشي غريب وما عنده حتى شي علاقه داكشي اللي كتسول عليه بنته. تقريبا داز ديال الوقت ما بين 10 حتى 20 دقيقه، والبوطه ناقصه على الوتيره اللي كانت فيها الاولى فاش المكان كيغلى. نقصو مزيان، علاش؟ باش هذاك الشيء اللي دار فوق البوطه يطيب على خاطره وياخذ وقته وما يخسرش وما يكونش خضر. من بعد ما سال الوقت اللي باغيه هو تقريبا كيف قلت لكم ما بين 10 حتى 20 دقيقه، طفى البوطه وداك الشيء برد شويه، وعاد الاب الحنين
عاد غيهضر مع بنته. قال ليها بنتي اجي لهنا. شفت فيه قالت لي واخيرا بابا هضرتي، واخيرا بابا الحنين هضرتي وتكلمتي معايا. واش بابا انا جيت نسولك على حاجه وانت كدير لي حوايج؟ واش انا جيت نسولك على راسي وماني بحال هكا وانت جاي بابا كطيب لي في البطاطا والبيض والقهوه؟ واش هادشي راه جاني في شكل؟ قال لا معليش اجي معايا. كيف قلت لكم من بعد ما برد داكشي حيد كل حاجه من فوق البوطه، حيد البطاطا قطرها من الماء ديالها فوق البوطاجي وخدا طبيصيل وحطها فيه بقشرتها، خدا البيضه حتى هي قطرها ونشفها فوق من الماء وحطها كذلك فوق البوطاجي في طبصيل حدا البطاطا. وبالنسبه للكاسرونه اللي فيها القهوه عيط على بنته قال لي هاجي غتاخدي كاس وغتعمريه بهذاك الماء اللي غلاو فيه حبات القهوه. داكشي اللي دارت ومازال كتسائل في الصراحه من داش داكشي اللي كيدير، لان فعلا هادشي غريب اي واحد غادي يوقع ليه غيبقى غير كيشوف. قال ليها خدي البطاطا من بعد اكيد ما بردات باش ما تحرقهاش. خدات البطاطا قال ليها كي جاتك البطاطا؟ قالت ليها بابا طيبه ورطبه وطريه مزيان. قال لها مزيان. قال لها خدي البيضه كي جاتك؟ قالت ليه البيضه مسلوقه قاصحه قصاحت قاصحه ملي تلقات. قال لها ودوقي داك الكاس اللي فيه حبات ديال الماء والقهوه. داقت الكاس، داقت داك الماء اللي فيه القهوه وهذا ديالو، وهي تضحك واحد الضحكه زوينه، وقبل ما تضحك دارت هادشي بنين. ما جات فين تحط الكاس حتى واحد الضحكه كيف قلت لكم ترسمات على وجهها ورسمت لها واحد الابتسامه اللي زوينه بزاف بزاف. ويشوف فيها باها قال لها بنتي فلانه شبان لك في هذا الشيء؟ عاودت شات فيه حتى هي وقالت لي با ما فهمت والو الصراحه. بطاطا ودرناها تسلقات، وبيضه ودرناها حتى هي تسلقات، وحبه ديال القهوه غليناهم في الماء وشربنا الكاس. قال لها زعما مخك ما فهم والو ما فكر والو؟ قالت لي بصراحه الله با انا ما كنفكر في والو، حدي كنشوف راسي مقلقه حزينه ديما. قال لها واجي نشرح لك معايا. البطاطا كيف كانت في الاول؟ شفت فيه وجوبته وقالت لي قاصحه. قال لها وكيف لقيتيها في الاخر؟ قالت لي رطبه وطريه وسهله باش تكال. والبيضه كي كانت في الاول؟ البيضه كانت خضراء والوسط ديالها كان كيسيل بحال الماء، داك الماء اصفر جاري. ومن بعد ما درتيها في داك الماء مغلي ولات مسلوقه وقاصحه. وديك الحبات ديال القهوه والماء كي جاوك؟ هادوك زوينين وبنان بزاف بزاف. يبقى قال ليها بنتي هادشي اللي بغيت نفهمك، كل واحد فينا حنا بنادم خلقت الله كيختار ردة الفعل اللي باغي يكون بيها. البطاطا كانت قاصحه ملي غليناها في الماء ولات رطبه وفاشله، واي واحد ممكن يقدر ياكلها وبسهوله، صغير كبير راجل شارف عنده سنان مرا شارفه ما عندوش، كل شيء يقدر يوصل لديك البطاطا بطريقه سهله. يعني اما هكا يمعصها بالفرشيط اما يعضها، كتختلف طريقة الأكل ولكن سهلة في الأكل، سهلة باش نوصلوا ليها. والبيضة، والبيضة من بعد ما كانت سائلة وكان جاري داك الصفر ديالها من بعد ما تسلقات ولات قاصحة. فكري بأن الإنسان يقدر يوقع في نفس القضية، غير هاديك بيضة وهذا كيف قلت لك بنادم. يقدر واحد الإنسان بحكم ظروف وقعت لي او لا شي حاجه عاشها في حياته يقدر يكون قصى على راسه، يعني هي اللي كنقولوا البيضه ولات قاصحه يعني ولات نوع من القسوه على راسها وقصات حتى الناس اللي معاها. راه فاش كتولي الحاجه انسان معصب معاها وقاصحه معاها كيولي فحالو فحال البيضه، واخا يكون طبعه واصله ساهل فحال البيضه غادي نقول لك.
قصات على راسها فوز داك الماء، يعني قصاحت من بعد ما كانت رطبه وساهله. او القهوه اللي تغلات في الماء وعطاته واحد الروعه، واحد البنه، واحد المذاق. هذيك بنتي بحاله بحال شي واحد ملي كيقدر يفرح راسو ويفرح حتى المحيط اللي معاه. من بعد ما كانت غير حبات ديال القهوه اللي الا دقتيهم بوحدهم كتلقايهم مرين واخا بنان فيهم المروره، من بعد ما تغلاو في الماء عطاو ليه اللون والمذاق والنكهه والريحه. يعني الناس كاين اللي ممكن يقدر يكون كيبان قاصح، ولكن دغيا كيفشل وبالزربه كيختار واحد رده فعل اللي بالزربه يقدر يقضي عليه الانسان الاخر ويفشل بالزربه، ما يقدرش يتحمل مدى الاباء لحياته. وكاين الناس اللي كيكونوا كيبانوا لك في الاول ساهلين ورطبين وسايلين بحال البيضه، ولكن من بعد ولكن تجي غير شي حاجه صغيره اللي زعما اصغر 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 جزء يتجزا من المشاكل، دغيا كيقصى على راسو وكيسد على راسو وكيقصى يقصى 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 حتى ما كيتبقايش قادره تهضري معاه مازال. وكاين الناس اللي ما شاء الله بحالهم بحال دوك الحبات ديال القهوه، كيختاروا رده فعل اللي كيتلائمهم وبلا ما كيعيقوا الناس اللي دايرين بيهم كيتغيروا وكيميلوا معاهم وكيمشيو معاهم في نفس الخط وفي نفس الاتجاه وفي نفس داكشي اللي باغين، وبطريقه بطبيعه الحال اللي كترضيهم اولا وكترضي دوك الناس اللي دايرين بيهم في المره الثانيه. ايوا كنتمنى يكون هذا درس ليك. واش بغيتي تكوني دابا بحالك بحال البطاطا ولا بحال البيضه ولا بحال حبات القهوه؟ وكانت هذه هي نهايه قصتنا ونهايه حكايتنا الشعبيه اللي ماشي غير كنحكيهم غير باش نحكيهم، وانما كنخرجوا منهم بعبره وحكمه واستفاده. نتمنى يعجبكم لا فيديو، والى حكايه جديده ان شاء الله المره الجايه باذن الله. غادي تكون واحد الحكايه فريده من نوعها، نوعا ما مضحكه وزوينه زوينه بزاف، نخليكم تكتشفوها ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم، خليوا لي التعاليق ديالكم الزوينه اللي بحالكم. وكنتمنى اللي وصل حتى لاخر الفيديو يخلي لي واحد الجمله، بغيتي البيض ولا القهوه ولا البطاطا؟ وخليت لكم راحه هنا. السلام عليكم.